أيضا لها فقرة أخرى تقول بالنسبة للتلبية إذا تركها الحاج نسيانا ما الحكم وما معنى هذه التلبية؟ تلبية سنة ليست واجبة، لو تركها متعمدا فليس عليه شيء، وإن أتى بها فهذا أفضل. ومعناها التلبية معناها الإقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، من ألب بالمكان إذا أقام فيه، فلبيك معناه أنا مقيم على طاعتك. وقيل معناها الإجابة، لبيك أي أنا مجيب لدعوتك، فكل من حج أو اعتمر فهو مجيب لدعوة الله على لسان خليله إبراهيم عليه السلام حينما قال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فكل من حج أو اعتمر فهو مجيب لهذا النداء وهذا الأذان، ولذلك يقول لبيك لبيك أي أنا مجيب لك ومجيب لندائك.